السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنصنعكم بانكيك، فنتمنى يعجبكم. دوز المكونات. بسم الله، عندي هنا 3 ديال الكيسان سميده رقيقه، عبارة كاس العنبه، خماره حمراء، وواحد خماره الفاني، 6 معالق الزيت، 6 معالق سكر سنيده، والحلاوه كتبقى دائما على حسب الاختيار، بيضه، قبيصه الملح. عندي هنا الحليب اللي غيجمع ليا الخليط، وانتم الا ما بغيتوش الحليب ممكن تعوضوه بعصير الليمون، والفاني تعوضوا بقشرة الليمون. ندوزو للطريقة. غنجيب هاد البول، غندير السكر سنيدة، نصبق النواشف، الفاني، خمارة حمرا، قبيصة الملح، الزيت والبيض والقليل التالي، غنخلطهم بس باقي غنميكسيوهم. تخلطي مزيان، طحي مع سمحوا لي السميده مع السكر، غندير الزيت، بيضه، نخلط وبدا نضيف الحليب باش نرميهم في الخلاط. كمية الحليب اللي غتجمع لنا الخليط، تقريبا هنا عندي 3 كيسان ونص الحليب اللي درت. دائما الحليب كيبقى على حساب السميده، حيت كاينه السميده اللي كتشرب وكاينه السميده اللي ما كتشربش. نبدا نضيفو غير شويه بشويه. دابا انا غنخلطهم ونتلاقاو بعد ما ميكسيكو، تيجينا تقريبا بحال شكل بارير، ها هو ما كيخمرش. غندير المقله دابا تسخن، ندير المقلة تسخن باش نطيبوه. ما سخنات المقلة، غادي نجيب الخليط. نتوما كتحكموا في الكميه اللي بغيتو، نخليها تتحمر ليا من التحت، عاد نقلبها. نحسبها بدات كتحمر، بدا نحركها غير بشويه بشويه، نقلبوها. هانتوما نخليها تحمر من جهه اخرى، هانتوما نعاودو نقلبوها، هاكي كتجي من الوجه الاخر، نخليها تكمل من جهه اخرى. البانكيك من بعد ما ساليت الطياب كيجي على هذا الشكل. اللي ما بغاش السميده ممكن يعوضها بالفورس، انا كيعجبني بالسميده. هانتوما كيجي على هذا الشكل، الوجه التحتاني كيجي هكا ملس فوق هكا. كنتمنى يعجبكم، والا كانت هذه اول زياره للقناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا.